الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. طلب مزارعو الطماطم في قضاء زبير بمحافظة البصرة بمنع استيراد المحصول من خارج العراق، وقال مزارعون إن كلفة الصندوق الواحد من الطماطم تبلغ نحو 12,000 دينار، في حين يضطرون لبيعه بمبلغ 5,000 أو 6,000 دينار، ما يتسبب لهم بخسارة مالية كبيرة من جراء غرق الأسواق بالطماطم المستوردة، مبينين أن هناك خطة زراعية تمنع استيراد الطماطم لوفرتها، إلا أن هناك منافذ حدودية تسمح بدخول هذا المنتج الزراعي بالتعاون مع بعض السيطرات. كشف مركز فيتش الأمريكي للتقييمات الاقتصادية أن نفقات السلطات الحكومية في العراق ستشهد العام المقبل زيادة بنسبة 10% مقارنة بالعام الحالي، فيما سينخفض فائض الميزانية بنسبة 78%. وتوقع المركز أن تستقر أسعار النفط العالمية العام المقبل على نحو 85 دولار أمريكي للبرميل الواحد، بدلاً من المعدل الذي وصل إلى 100 دولار للعام الحالي. وكان المركز أوضح في تقرير سابق أن فائض ميزانية العراق لعام 2023 سيكون عند 2.2% فقط من الناتج المحلي. قال اتحاد الغرف التجارية العراقية إن حجم مبيعات المزاد العملة للبنك المركزي لا تتناسب مع كمية البضاعة المتداولة في السوق، وأضاف الاتحاد أن تقدير الاحتياج الفعلي للسوق لا يتجاوز نصف المبلغ الذي يتم بيعه يوميا في مزاد العملة، واصفا ما يحصل في سوق العملة بالمجزرة من خلال قرارات منها عدم دفع الضريبة على مبيعات معينة. ودعا الاتحاد إلى تنويع سلعة العملات الأجنبية داخل البنك المركزي، وألا تبقى حكراً على الدولار فقط، من خلال المراقبة الشديدة من قبل البنك الفيدرالي على حركة الدولار من البنوك العراقية إلى البنوك الوسيطة. أكد خبراء في النفط أن وزير النفط حيان عبد الغني لن يستطيع الإيفاء بوعوده التي أطلقها بإيقاف حرق الغاز بالكامل في غضون السنوات القليلة بسبب الدولة العميقة التي تتحكم بالعراق. وقال الخبراء إن الحكومات المتعاقبة قدمت الكثير من الوعود بشأن استثمار الغاز، لكنها لم تترجمها لأرض الواقع، حيث تريد الدولة العميقة إبقاء العراق خارج نادي منتجي الغاز ودفعه للاستيراد من إيران. أقرت شرطة الطاقة في العراق بتورط ضباط ومنتسبين في تهريب النفط، وذلك عبر التنسيق مع ميليشيات مسلحة في بعض المحافظات. وقال مدير عام شرطة الطاقة ظافر نظمي إن الضباط والمنتسبين المتورطين في عمليات التهريب يجري التحقيق معهم وسيحالون إلى القضاء على حسب قوله، على أن يتم الإعلان عن هوياتهم في الوقت اللاحق. وفي السياق نفسه أكدت شرطة الطاقة أن بعض الصهاريج النفطية دخلت عبر نقاط التفتيش الرسمية بسبب فساد بعض الضباط والعناصر، مشيرا إلى أن البصرة وديالة من أكثر المحافظات التي شهدت تهريبا للمشتقات النفطية. أما الآن فإلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
نهاية الموجز، السلام عليكم.